أرني قوة زعيم السايان المذهل الحقيقية. حقاً، كما قلت يا زعيم، قوته لا تصدق. أليست كذلك؟ هيا تعال لنبدأ. حسناً. لا يبدو لي إلا سياناً عادياً لا أكثر. إن هذا الأمر طبيعي، ذلك أن الأشخاص العاديين لا يمكنهم الشعور بطاقة الزعماء الكبار. صار جوكو زعيم السيان المذهل. ترى ما الذي سيحدث الآن؟ هذه مصيبة حقا. أي أنت كاي؟ أتعلم ما قد يحدث للعالم لو أن الزعيم بيروس أظهر قوته الحقيقية؟ أنا آسف، لا أظن أن بيروس سيظهر القوة الحقيقية التي لدي. ها؟ حسناً، هيا أرني قوة زعيم السايان المذهل التي لديك الآن. هل فوجئت بذلك؟ أجل، يمكنك استخراج مزيد من الطاقة من داخلك. حسناً، سأجرب الضربة الكهربائية الفائقة. ما هذا؟ الذي يظن نفسه. استعدوا جميعا للانفجار. هذا مذهل يا أبي. ما هذا؟ لم يعد الأمر مملا. أحسنت، لم تكن ضربة سيئة. جوكو، لا تنسى أننا هنا معك جميعاً. أنا آسف، ولكن هذه القوة التي ظهرت مذهلة. أريد أن أتحداك، فإن فزت عليك ألا تدمر كوكب الأرض. لا بأس بهذا، ليس في هذا العالم كله أحد أقوى من زعيم الدمار بيروس. حسناً. ما يفعله جوكو مذهل حقا، فقد صارت قوته هائلة جدا. صحيح. هذا محير، ماذا علي أن أفعل؟ أرجو ألا يكون هزم في التحدي. هيا يا أبي.